عبد الله، لو أخذت أهلك معك فستعرضهم لرؤية ماذا؟ وستذهب بهم إلى أين؟ قد يكون المقصد طيبا فتؤجر، وقد يكون ما يحصل لهم من الفرجة وما يحصل لهم من إدخال السرور عليهم طاعة تؤجر عليه، وقد يكون في ذلك صلة رحم تؤجر عليها، أو دعوة إلى الله. فلماذا ننسى أن يكون المسافر المسلم داعية إلى الله أينما حل وارتحل؟ وكثير من الذين يسافرون في الإجازات الصيفية كانت لهم آثار محمودة في الأماكن التي يذهبون إليها من تعليم ودعوة ونصح وقدوة لمن حلوا بينهم في الأماكن التي ذهبوا إليها. ولكن ما يكون من اطلاع الأهل والأولاد على أشياء من عقائد الأقوام الفاسدة في الأماكن المختلفة من الأرض، أو أنواع من المنكرات التي تذهب الأخلاق وتدمرها، إنه شيء في غاية السوء. فبدلا من سماع الأذان، إذا بسماع ما فيه معصية لله يدق ويعزف، وبدلا من أن يواظب الإنسان على الصلوات في سفره وأن يحضر الجمعة والجماعات، إذا بها تضيع تباعا ويحصل نقص في الدين في السفر. ولذلك فورد في أدعية المسافر: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ويقول المودع له: أستودع الله دينك. فلماذا يقول أستودع الله دينك؟ لأن الدين قد ينقص في السفر، ولذلك يذكره ويعظه حتى لا يقل دينه في هذا السفر. وكذلك فإن من خالط الناس في أرجاء الأرض يجد في العالم اليوم انحلالا أخلاقيا ضخما، ولذلك كان لابد من المحافظة على الأولاد، والوالدان عليهم مسؤولية عظيمة في هذا. قال محمد بن الحسين السلمي رحمه الله: استأذنت أمي إلى الحج فتجهزت وخرجت، فقالت أمي: توجهت إلى بيت الله فلا يكتبن عليك حافظاك شيئا تستحي منه يوم القيامة. إذن انتبه من كتابة الحافظين عن يمينك وشمالك، انتبه لهذا الأمر. وإن مما تقع عليه الأعين من المشاهد مشاهد العري، وكذلك ما يحدث أحيانا من بعض النساء من ترك الحجاب والتهاون فيه أثناء السفر، وكأن الدين هنا غير الدين هناك. أليس ربنا واحدا؟ سبحانه وتعالى أينما حللنا وارتحلنا، أليست شريعته واحدة ختم بها الأديان وأنزلها لأهل الأرض عامة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف تختلف الأحكام الشرعية، وكيف تحدث المخالفات ويترك الإنسان ما كان متمسكا به من أحكام الدين إذا سافر؟ ومن العجب العجاب أنهم يقولون بأن هنالك إنفاقا من السياح على السحرة والمشعوذين، فيكون من أغراض بعضهم في الأسفار غشيان هؤلاء. وقد ذكرت الإحصاءات أن النساء يدفعن ما بين 400 إلى 1500 دولار للسحرة والمشعوذين في بعض الأسفار، أي بمعدل المرأة الواحدة. عباد الله، مع ذهاب كثير من الطلاب للابتعاث، ربما يذهب بعض الأهل إلى ولدهم لتمضية الإجازة معه، والوصية هي الالتزام بحبل الله المتين أينما حللنا وارتحلنا. وإذا رأى الإنسان في الأرض قطعا متجاورات من نخيل وأعناب فإنه يسبح ربه، فإن الأراضي ليست واحدة. وكذلك فقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن دخول ديار المعذبين، فقال في الحديث الصحيح: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم
إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع بردائه وهو على الرحل، رواه البخاري ومسلم. غذ السير عليه الصلاة والسلام وأسرع مخافة لحوق العذاب في بقعة نزلت فيها لعنة الله وحل بها غضبه. ولذلك لا يجوز الذهاب إليهم للفرجة في بقعة نزل بها عذاب الله كمساكن ثمود. وأما المتاحف الأثرية في الأرض فينبغي التنبه لما يكون فيها من تماثيل عارية، وربما صوروا أنبياء الله كعيسى وأولياءه كمريم ونحو ذلك يعرضونها للناس. وأيضا فإنه لا يجوز زيارة الكنائس والمعابد الكفرية وأضرحة أهل الشرك لئلا يقع في نفس المسلم شيء من الإعجاب أو التعلق بها. وليتنبه من يذهب للسياحة من عمليات الاحتيال الكثيرة التي فيها ذهاب الأموال، يستقبلونه من يوم خروجه من المطار ليقع فريسة لعصابات متنوعة. عباد الله، بعضهم يذهب ليسافر، بعضهم يذهب في السفر زعما أنه يريد نكاحا، تارة يسمونه مصيافا ومسفارا. وهذه التسميات وأن تنوعت واختلفت، وقالوا مسيار وزواج الوناسة ونحو ذلك من أنواع الزواجات، فإن النكاح في دين الله معروف، شروطه معلومة، عقد مقدس سماه الله ميثاقا غليظا، الأصل فيه الاستدامة والاستمرار. ولذلك ليس في الدين نكاح مؤقت، ونكاح المتعة المؤقت حرام في دين الله، لأنه استئجار الفروج، واستئجار الفرج حرام. عباد الله، الذين يذهبون لنكاح مؤقت قد يكون متفقا عليه في العقد أو شبه متفق عليه، لأن كل الأطراف يعلمون أن هذا السائح سيأتي ليأخذ ابنتهم شهرا ثم يطلقها، شبه معروف، شبه متفق عليه. هذا تلاعب بأحكام الشريعة ويؤدي إلى مفاسد كثيرة، ومنها تضييع الحمل والنسب. فإذا حملت يقول وما أدراني أنه مني بعدما فارقها وتركها، فتعج كثير من البلدان بأولاد تركها سياح وسافروا فلم يثبتوا لهم حتى النسب، فضلا عن حق النفقة والتربية والمسؤولية، قضاء نزوات وأوطار وشهوات.